اليوم الفيديو هو فيديو جدا مهم جدا، يعني متحمسة أعمله لأنه عم زور أو رح نزور مدرستي بعد سنين. أنا من يوم تخرجت من مدرستي ما زرتها، فاليوم أنا وصديقي مصطفى. مصطفى أنت كمان ما زرت المدرسة من وقت التخرج؟ لا، صار 3 سنين. تخيل، يعني تخيلوا اليوم جايين نزورهم لأنه مصطفى حيسافر على شيكاغو بعد ثلاث أسابيع وبده يودعهم قبل ما يسافر. للأسف رح يسافر، رح اشتاق لكم يا رح نشتاق لك نحن كمان، هن رح يشتاقوا لك شوي مش كتير. المهم رح نفوت ونشوف مدرسات ومدرسين. مدرساتنا ومدرسيننا. انت ما اتبع عليك من يوم المهرجان ها. اشتركوا بالقناة، حطوا لايك للفيديو اذا انتم مش مشتركين. جدا متحمسة لشوفهم، فيلا خلينا يلا ليتس جو. يلا هاي مدرستي من برا ورح ندخل من هداك الباب. كنت اغلب الوقت فوت متأخرة من هذا الباب تتذكر. اول ما بتفوت على المدرسة بيكون في سكيورتي، هذا سكيورتي ما بعرف اذا رح يتذكرني صراحة، يعني صار لي سنين. حيعطينا هلا شيء نحطه هون عشان يكون مسموح لنا نفوت على المدرسة. فتنا على المدرسة، يمين يمين يمين. هاي الغرفة كانت غرفة العقاب. بحطوا فيها التلاميذ المعاقبين، يعني هدول كلهم معاقبين. كم مرة بدت كم مرة؟ عشان تعرفوا ان انا طالبة ملاك عاقلة ما بعمل مشاكل ولا مرة بحياتي بتطالع الغرفة. هو فات مرتين. هذا الصف صارت فيه خناقة كتير كبيرة وبنت حاولت تتنمر علي وقصة وحكيت لكم اياها من زمان على يوتيوب. هذا هو الصف، صف تصليح السيارات. شكلهم غيروه عملوا له الخشب. الغاية من هذا الدرس كان لتقليل الحوادث عشان يعلموك كيف تعتني بسيارتك، كيف تغير بنزين وتغير تاير. طلعت منه ما بعرف غير مسمار بالسيارة مش تاير. فهلا شالوا له الدرس، شكلهم حولوه لخشب. اقول لك ما حيصير بعد منه شيء، على القليلة بنعمل له النجارين او هيك شيء. نور يمكن اول يوم خلصت الدرس سوت حادث. والله ولا في اي فائده منه، فحولوه لخشب. يلا الخشب على القليله صنعه يعني. ذيك الشعارات هذول ما عم يرضوا يروحوا. المهم هذا الصف كان عندي كان من اصعب الصفوف، كان ليفل كثير عالي من الرياضيات. والله يا بس كان صعب. لا كان كثير صعب، لا تقلي ايزي، كان كثير صعب. كان اكثر ليفل عالي بالرياضيات وندمت اني اخذته. ما بعرف ليه كنت عامله حالي عبقريه. والله العظيم او ماي جاد هذا سهل، اعطوني الاصعب منه. فوتوني على هالصف، اكلت هوا هوا. هاو ار يو؟ هاوز ايفري ثينج؟ هي رفيقتي، بعدها رفيقتي بس بعدها هي بالمدرسه. I'll see you. باي باي. اوكي بعدها هي بالمدرسه عم تدرس. انا تخرجت. هذا الصف كان صف تاريخ امريكا صح؟ لا مش تاريخ امريكا، هذا كان ايكونومي اقتصاد. اقتصاد جدا صعب. انا كثير محترمه هلا لانه في سكيورتي ورانا. هي المكتبه باي ذا واي. مصطفى شو كنا نعمل بالمكتبه؟ بالمكتبه كنا ناكل نسولف بس بحياتنا ما قارنا. حياتنا ما قارنا فيها. لا كذاب، بتذكر امتحان رياضيات درسنا شوي شوي، يمكن خمس دقائق. بعدين اجاني اتصال سيء وصرت ابكي وهو يواسيني هدي هدي ما بشي. والله بتكبر وبتنسي. طبيب نفسي. المهم جايز نحن بالطريق لاي مدرسه؟ مدرستنا المفضله. مدرستنا المفضلة حبيبة القلب يا. اي والله كثير كثير بنحبها. وصلنا على الصف المفضل وانستي المفضلة. هلا رح فوت فنجان. I miss you. How are you? Long time no see. Everything. مبروك اهلا. هي مدرستي المفضلة الياس. بحبك كثير. طبعا حياتي. I love you so much. لو ما بتعرفوا مس الياس مش بس مدرستي المفضله، هي مدرسه كمان ساعدتني كثير بالمدرسه، فبتعرف عني كثير قصص. بقى ما بعرف بتتذكري قصص؟ شو اكثر شيء بتتذكريه؟ Honestly you never gave up and that's what I try to tell the kids today. انه يعني حياه صعبه، حياه ما انا سهله لو تجي سهله. You can speak in English. Yeah, you can. أنا بترجم بعدين. About like when life was hard for you and going through, you know, teenager, taking care of the house and being in charge basically. Yeah. Oh my god, I can't believe you still remember all of these things. Yeah. I'd be like, Mustafa, where's Noor? Text her right
now. Tell her. She's coming. She's coming. كنت لما اختفي انا من المدرسه ما بعرف كون طلعت صارت قصه بالبيت. Yeah. It was always mom has the doctor's appointment or Noor has an appointment. تتذكر كان عند ماما يكون مواعيد دكتور او شيء بالبيت يصير فبطلع من المدرسه فبختفي فهي حرام بتروح لرفقاتي من مصطفى وين نور اتصل فيها خليها تجي عند امتحان هلا كانت تفوت معنا على كلاسات المدرسين فمثلا يسالوها هن لان مثلا كانت انجليزيتي اول ما فتحت المدرسه مش كتير فكانوا يسألوها وين نور؟ تقولون ها هلا هي جاية هي يعني هي كلها بالحمام أوه نور مرضت ما بعرف شو والله I am so proud of you. You don't even understand. Like I tell my family, I tell my cousins and you too of course. عم تطلع بمستمع بتقوله وانت كمان أنا فخورة فيك مستمع It's such an amazing like feeling as a teacher to know that I was blessed to teach you and the amazing things you do for the youth and even just like worldwide now I'm like my student has a Maybelline lipstick oh my god جائزة احسن معلمة بالدنيا بتروح لمس الياس I love you ولكل المدرسين بالعالم اتعاملوا مع طلابكم صح لانه ممكن بيوم من الايام طلابكم يكونوا شيء كثير كبير بالمستقبل وتفتخروا انتم فيهم وهن يفتخروا فيكم فعاملوا الطلاب صح عن جد I love you I love you so much هذا الصف اللي كان صفنا كنا نقضي فيه اغلب الوقت لما كنا نتعلم انجليزي تتذكر احلى صف بالدنيا هذا مكتب الاستاذه و هذا الصف انا كان هذا مقعدي بعدين حولت سويت هذا مقعدي واول ما اجيت كان هنيك مقعدي لحالي هيك عايشه بعالمي ذكريات كثيره مشاكل وضحك واللعب وامتحانات كل شيء كان موجود بهالصف هالصف فيه ذكريات ما بتتخيلوها صار لي سنين ما فايته على هالصف واو خلونا نطلع هلا خلصنا ولما نطلع من الصف بيكون فيها الحديقه قدامنا كثير حلوه من هذيك الجهه في المكتبه هلا رح فرجيكم الكافيتيريا بمدرستي اوكي اول ما بتفوتوا بيكون فيها المسرح الكبير اللي ما بعرف شو كانوا يعملوا على هالمسرح كانوا ما ادري وهون الاكل بتقعدوا بتاكلوا وهون بيحطوا الاكل كانوا بهالمكان بتفوتوا بتاخذوا اكلكم او سندويشات او بتشتروا شيء اذا بدكم من هون وبعدين بتاكلوا هون إذا ما اشتركتوا هلا بالقناة شو ناطرين؟ منتظرين اشتركوا يلا اكزاكتلي اشتركوا وحطوا لايك للفيديو إذا بتحبوا هيك فيديوهات إنه جولات وقصص وحبيتوا هالفيديو أصلا خلصنا جولة بالمدرسة وخلصنا لقاء أنستنا المفضلة أو مدرستنا المفضلة وهلا راح نطلع عم صور حالي على المراية عبين ما مصطفى يكمل يسلم على أصدقائه فا يا ما عرفت إذا تتذكريني لا منو؟ كنت بصف مثل الحاج معي؟ ايه مرة درست فيني انا درستك؟ ايه شايفين جايز انا طالبة بجنن والله حياتي الولد بس يرسب من يوم درست انا وانا الحاج انت هيتر نجحت ولا ما نجحت لما درست؟ الحمد لله نجحت امتى رح تتخرج؟ هلا رح تتخرج؟ اوه ماي جاد انا كثير مبسوطة انت كنت فريشمان لما شفتك ايه لما كنت كان هلا مبلش بالمدرسة والله انا ما بتذكر انه درستك ما بتذكر انا بتذكر انت تتذكر حياتي وكنت ضعيف وكنت صغير كثير انبسطت اني شفتك هلا رح شارك معكم سر يخليكم من الطلاب الاوائل سر انا كنت اعمله كان يفيدني كثير وطلعت من الاوائل بالهاي سكول بسبب هذا السر فركزوا معي منيح اذا بدكم تصيروا من الاوائل باقل جهد ممكن لما تركزوا مع المعلمة وهي عم تشرح بتكونوا هيك حفظتوا الدرس وركزتوا مخكم ركز لانه ما كان عندي وقت برات المدرسة انه ادرس كتير فكنت ركز مع الانسة بالصف كتير وهي نصيحتي لألكم كل شخص او كل طالب وطالبة بيحسوا حالهم ما عم بيقدروا ينجحوا مشكلتكم بالتركيز بالصف انتوا ما عم بتركزوا بالصف لما الانسة عم تشرح لما بتشرح الانسة انسوا عالمكم وانسوا اصدقائكم وانسوا الحكي والقيل والقال وركزوا مع الانسة انا كنت اعمل هيك كنت ركز مع الانسة كتير وانسى العالم حوالي فلما اطلع من الصف كون فهمانة من الانسة وحتى لو ما قدرت ادرس لما ارجع على البيت لانه بيكون عندي مسؤوليات تانية لازم اعملها هذا الشيء ما كان يأثر علي لانه انا اوريدي فهمت الدرس من الانسة لما يبلش الدرس وقت الدرس درس مش حكي مع الاصدقاء خليني اقول لكم شغلة ركزوا فيها شوي اصدقائكم ما رح يكونوا معكم طول العمر بعرف
لازم تفكروا هيك. بس شهادتكم رح تضل معكم طول العمر. سو الحكي بالصف وقت المعلمة تشرح ما رح يفيدكم، بس التركيز حيغير حياتكم، حيخليكم من الطلاب المتميزين. سو يا جايز، هاي النصيحة اللي حبيت شاركها معكم، بتمنى عن جد تغير لكم حياتكم، بتمنى عن جد تطبقوا. بليز حطوا لايك للفيديو، بدي اياه يوصل 200,000 لايك وكمان او اكثر من 200,000 لايك، واشتركوا بالقناة اذا انتم مش مشتركين، شاركوا هالفيديو مع صديقاتكم اصدقائكم، او حتى قولوا لانستكم او للمعلمة تبعكم انه تحطوا بالصف مشان يشوفوا كل الطلاب ويسمعوا. وعم لكم هالشي مني انا، نجحت بي مدرسة ثانوية امريكية وبلشت فيها من الصفر بسبب هاي النصيحة، انه كنت ركز مع المعلمة لما تشرح. المهم انا نور، نور ستارز، حبكم، خيرات الله، بشوفكم وين وامتى، الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.